حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقاتنا. بداية أي شخص يحب يشارك بالبرنامج يقدر يتصل بينا على الأرقام التالية، عندكم الرقمين هذني من داخل العراق تقدرون تتصلون بينا من زاخو إلى الفاو على أي رقم من أدهن، أما الرقمين الآخرين اللي هذني الأرقام من خارج العراق تقدرون تتصلون بينا عليهم. فعندكم أربع أرقام للاتصال، اثنين من الداخل واثنين من الخارج، وعندكم هذا الرقم. هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب غير مخصص للاتصال، فاللي دا يدقون علينا ما يقدرون يحصلون على رقم الواتساب، فلا حد يزعل علينا، لا حد يقول انه انتم ما تجاوبونه. الواتساب مخصص للرسائل المكتوبه فقط، اتمنى تكون الرساله مطبوعه باسمكم ومكانكم. قبل ما نحكي بموضوع الحلقه بشكل عام، الفيديو اللي طلع بالبدايه، اللي ما فهم هذا الفيديو شنو، ابو السياره الحمراء هذا متقاعد طالع من البنك ماخذ الراتب مالته، السياره البيضاء لاحقته نزلوا اخذوا فلوسه وانهزموا، دنيا ظهر قدام العالم كلها ويحجون عن استتباب الامن. ما ركض لي مصطفى الكاظمي وجماعته للحفاظ على أموال هذا الشخص أو حفاظ على أمن هذا الشخص أو تقليل من القضية أنه هذا إرهاب، خوفوه هددوه بالسلاح ونازل واحد شايل المسدس وحاطه بصف كامل لغمة سيارة البيضة، وهاي الأمور كلها ما حكى عنهن، ما حكى أنه هو لازم يحافظ على الناس، يحافظ على أمان الناس، يحافظ على راحة الناس. بس عندهم أمور أهم هم دا يحكون بيها، الأمور الأهم اللي هم دا يحكون بيها عندنا رب الله سووا استعراض. الحكومة تقول أنا ما أدري، والبرلمان يقول أنا ما أدري، واثنيناتهم يقولون إحنا عرفنا بالاستعراض من وسائل التواصل الاجتماعي، بس ما عرفوا بهاي الأشياء اللي دا تصير هنا. ما عرفوا إنه المتقاعد من دا يطلع وناس دا تلعقه وتبوق فلوسه وتطلع. المهم ما عرفوا إنه أكو شخص كان يداعي بابنه انقتل، واكثر من مره قال انا تهددت وهمين انقتل. اليوم اكو تقرير لمركز جنيف او جنيف للعداله، خبراء بالامم المتحده يطالبون العراق باجراءات صارمه ضد انتهاكات الحشد الشعبي. المره الاولى اللي يكون مسمى الحشد الشعبي موجود في بيانات او قرارات الامم المتحده. ثمان خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون الحكومة العراقية بمحاسبة قتلة السيد جاسب حطاب عبود الحليجي الذي اغتيل بتاريخ 10 آذار 2021، وهو والد المحامي علي جاسب أحد المدافعين عن حقوق الإنسان بالعراق والذي لا يزال مختفيا قسريا. الأمم المتحدة من تطلع بس اسمعوا لي الاسماء اللي موقعه او الاسماء اللي مجتمعه او الثمانيه هم منو؟ رئيس ونائبي الرئيس لفريق الامم المتحده المعني بالاخفاء القسري، المقرره الخاصه بحالات الاعدام خارج القضاء او باجراءات موجزه السيده ايناس كالامارت، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي السيد كليمنت نيالتسوسي فولي، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير السيدة إيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور. إخفاء قسري، حالات الإعدام خارج القانون، الحق التجمع السلمي، حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا إن كلهم بالعراق دا صير العكس. ناشط داعي بالحقوق ينقتل، محامي يدافع عن حقوق المخفيين او يدافع عن حقوق الناس يتغيب، ابو محامي يطلع يقول انا اريد حق ابني ينقتل، ناشط ينشر ويقول انه وين الحق تيجي مطار وبيكاتم صوته ينقتل، ناشط ثاني يطلع ويقول اريد وطن ينحط بثلاجه مال مواد غذائيه ولطف رب العالمين الناس لقته، واكو ناس اللي لقوا في اكوام الزباله، واكو ناس اللي لقوا على قارعه الطريق، وهوايه بلاوي. ارجع لهذا التقرير، بس ارد ارجع لرب الله.
قبل ما احكي على ربع الله، بس اريد السيد المخرج يطلع لي الفيديو مال الاستعراض مالتهم اللي صار ببغداد، فاتمنى تشوفوه وتقررون انتم. حياكم الله من جديد. ميليشيا دا تستعرض، بس انت تبايتوا على الاستعراض لو لا؟ هاي الآليات منين جايبيها؟ زين اذا هم عندهم هاي الآليات الجيش ايش عنده؟ زين هذا السلاح يعني شلون طلع باستعراض عسكري؟ وحسب ما يعني قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية على لسان سعران الأعاجيبي انه هي ما تعرف قيام ربع الله باستعراض عسكري داخل بغداد، وموثقت انتشار الميليشيا في بغداد، بس سمعت من وسائل الاعلام مبررا ذلك ان الذين يخرجون بالاستعراض هم عراقيين ولديهم راي على حد قوله داعيا الحكومه للجوء الى الدبلوماسيه مع هذه الميليشيات. سعران حبيب قلبي، دول عندهم راي طالعين بسلاحهم، دا يستعرضون ببغداد، دا يخوفون الناس بسلاحهم. المتظاهر من طلع ويقول اريد وطن، هذا ما له حق. دول طلعوا عراقيين، بس المتظاهر اللي شال علم العراقي هذا مو عراقي. ايش نفتهم من عدا هذا الكلام؟ والشغله اللوخ، الحكومه ما تدري؟ لا عاد منو يدري؟ اني احلى شيء كاظمي من غار من ربع الله وسوى استعراض ثاني يوم. خلوا بغداد ساحة احتفالات واستعرضوا بيها بكيفكم، اكو هواية ميليشيات. ابو حسن من بغداد ويانا، حياك الله يا اخوي. السلام عليكم اخوي عفل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا ابو. طبعا احنا ما عندنا حكومة، يا اما هزلت المهازل، كل واحد بسالة سوي له بنديشية، ورئيس الوزراء يقول انا ما عندي علم، الجيش ما عنده علم، القوات الامنية ما عندهم علم، كلها بعلم الحكومة. لا حد يقول لي عدم ما بعرف. وهاي شايف، أتذكر هاي السيارات إيرانية ترى، يعني هاي شايف حرب إيران، هاي إيرانية. فما معقولة يعني رئيس وزراء ما يعرف هذا الاستعراض؟ بس إذا واحد يشيل بندقية بالشارع تنقلب الدنيا. هذا شايل بندقية أو يسوي شيء أو يبوق أو يقتل مبين، تنقلب الدنيا. هذول استعراض سيارات وأسلحة روسيا او مصفحات الدكتة يسموها اللوخ. يعني معقوله الحكومه ما تدري بها؟ هم احنا ما عندنا حكومه، هذول كلهم عملاء تبعيه ايران. يعني شيء يسوون يعني تبع العراق، خيرات العراق كلها نفضت شالت. يعني ذاك اليوم طلع تقرير البيع مال الغاز والغاز والنفط، هاي فلوسه مال الكهرباء ومال مية التحصيل مالتها، وين ده تروح؟ يعني مليارات تريليونات ده تروح. زين شنو فضل الحكومة على الشعب؟ اشو الشعب حصة تبنية ماكو، كهرباء متقطعة، مي لا شيء صفر. يعني شنو فضل الحكومة على العراقيين؟ شنو؟ دول مو حكومة، دول لصوص جايين ياخذون اموال العراقيين وتجويعهم واذلالهم. يعني الى متى الشعب هذا ما يحس؟ هذا كل واحد يسوي القناع بوجهه ويشوفون هذا استعرض. شنو هذول زبالة ايران؟ يعني ايران منطية حقوق كاملة على العراق. هاي امريكا سلمت العراق الامريكا لايران بطبق مو من ذهب لا من ماس. يعني ما شايف هيك بلد، يعني بلدي مستهان بكل شيء، ضايع من كل شيء، ودي يحكموه هم ودي يبوقوه. ابو حسن، هو يعني السؤال السؤال اللي ينطرح هسه، هاي السيارات والمصفحات والشلقه والمقاومه طائرات والمدافع الرشاشه والسلاح المتوسط والثقيل، يعني حسب ما ذكرت حضرتك انه هاي مو هاي اسلحه ايرانيه عفوا، شلون دخلت وشلون وصلت لهم وشلون طبت وشلون طلعت؟ شلون بدها تستعرض ببغداد؟ شلون بدها تمشي ببغداد؟ هاي كلها اسئله الناس تريد تعرفها. اعرف، انا اقول لك هاي كلها بامر الحكومه لاذلال الناس وتخويفهم، بين احنا باقين بالحكومه رغما عن انوفكم.
يعني هاي مبينه يعني سعودي المعقلها يقول لك هاي بعد ترى ناس محتلين تبعيه ايران تزيدوا العراقيين يعني ما معقوله هاي السيارات على شايفها قبل حرب ايران يعني شبه السيارات فكلها ايرانيه والمصيبه اللي حاربوا العراق هم يحكمون العراق حرب الثمانينات كلهم هذول كانوا يحاربون العراقيين بحرب ايران يعني هاي امريكا زدت قدره الى ابعد مدى هم واللي جو وياهم وحرقوا واحتحرقوا العراق ودمروه كلهم هذول اعداء العراق هذا اللي يقول انتهوا قبل ان تنهوا هذا كان يقول لك خميني اذا قال حرب اذا قال صور شنو المهزله هاي هي مهزله المهزله صارت على العراق وكلها بعلم ايران وبعلم امريكا وبريطانيا والدول المتحالفه ويا كلهم هم رايدين يجي الامم المتحده لما تسوي مال حقوق الانسان هي اليوم يلا قالوا تحس وتقول لك هذا حقوق مال الانسان اخي هذول كلهم متعاونين على العرب مو بس العراق كل العرب يعني هذول الناس شردمه لا لهم اساس يعني من بلدنا ولا لهم علاقه بالبلد هم جايين يدمرون العراق ويخلوه صفر وسووه صفر يعني بوق وسرقه ونصب واحتيال وسرقة أموال الناس يعني تجي الورقة مال الكهرباء ب 400-500 ألف دينار شلون أدبرها؟ يعني ناس كفرة ملحدين جايين ياخذون حقوق العراقيين حصة تموينية وربي أعطوني بس مال الزيت كان مال كم دفر يعني إلى متى العراق هذا يسكت؟ هاي كلها بفضل تبعية إيران دول الزبالة الجو بالعراق يعني انتوا ما تحسبوا انتوا صار لكم مئات السنين عايشين بالعراق تخلوا ايدكم بيد ايران هاي القذره المقيته نعم شكرا لك ابو حسن سعد من الكويت حياك الله يا سعد يا هلا بيكم يا سهلا بيك يا استاذ طابت اوقاتكم بالسعاده والهناء والسرور حياك الله استاذي اولا حصر السلاح بيد الدوله المفروض حصر السلاح بيد الدولة والله وكيل تصدق بالله ان سامة تريد حقوقها القانونية يا أستاذي وإعادة المعتقل والمقيد بأسرع وقت ممكن ومحاسبة مختطفيه يا أستاذي أيضا نتمنى إعمار العراق مليارات العراق نريد إعمار العراق بمليارات العراق ونتمنى من كارونة أن تؤدد مطلق الصواريخ والمسيرة وتؤدب من يعتدي ويعذب السجناء والمختطفين والمعتقلين نتمنى من ذلك من كارونا أيضا يا أستاذي آخر الكلام نتمنى أيضا يا أستاذي من المفوض الأممي الإسراع باتخاذ القرار في أقرب فرصة ممكنة تحياتي لكل البرنامج وللقناة وشكرا شكرا جزيلا لك اخ سعد يعني انت وجهت نقطتين اريد اجاوب عليها وهي اعمار العراق من مليارات العراق نعم صحيح لازم يتعمر العراق بفلوسه لازم يتعمر العراق بجهود العراقيين لازم يرجع العراق للعراقيين بس اعمار العراق بمليارات العراق هي المليارات وين تلقاها بجيوب السياسيين فاذا نريد نعمره بفلوسنا شنو لازم نسوي قضية ثانية المفوض أو المندوب الأممي بالعراق اللي هي بلاسخارت يعني أنت تطالبها أنه ضرورة الإسراع في ماذا ما هي راحة الطهران تتناقش وضع العراق فرينا نفس الفرة يعني هسه أريد أسأل سؤال جماعة رب الله من طلعوا واستعرضوا مصطفى الكاظمي بس أريد أسأله سؤال واحد أتمنى يجاوبنا عليه شنو سويت إلى قضية مقتل فاهم الطائي مثلا أو هشام الهاشمي أو أبو علي كاسب أو أي واحد من اللي قتلوا من الناشطين لأن هم هواية يعني لما يطلع لك تقرير من 8 خبراء بالأمم المتحدة وذاكرين الاسم بالذات الحشد الشعبي ويقول لك أنهم يشعرون بالقلق من أنه إذا لم تتخذ حكومة إجراءات صارمة بشأن هذه الحالات وغيرها من انتهاكات
لوحدات الحشد الشعبي فلن يجرؤ الناس بعد الآن على المشاركة في التجمعات وممارسة حريتهم في التعبير مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الجميع وعلى حقوق الإنسان في العراق. عندنا اتصال أبو سعد من الموصل. أبو عباس من الموصل. أبو عباس من الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك أخوي؟ نحمد الله على كل شيء عمي. يا أخي هذا الاستعراض هو مو جديد علينا. نعم. هذا الاستعراض مو أول واحد. نعم. يحج عليه ما شاء الله شو رتل محزم وملزم. نعم. هذا إيراني يا أخوي. هذا رتل إيراني. نعم. والله يا أخوي هذا رتل إيراني تندعينا يوم الله. سيارات إيرانية أسعى الأخ قبل شوية قال إحنا بحرب إيران شفنا هاي السيارات شنا نقضبها نأخذها نستحلها بدور من دور ما نسولف. أخويا فهسا هاي هسا قامت تستعرض علينا ببغداد منو جابهم هذول؟ جابوهم الكاظم وربع الكاظمي الذي مستفادين منهم. نعم. ونحمد الله ونشكره على كل حال الله بعز وجلالهم سلطهم علينا هذولا أمر الله هذا مو بالكيف. نعم. وعلى الله على الله الله موجود. نعم. نشوف شلون الله يدبرها. الو. نعم. تسمعني اخويا مو؟ وياك اخويا وياك. والله يا اخويا نحط عيننا بعين الله، نقول ما شاء الله يطلع لنا ابن حلال، ابن وادم شريف، ابن وادم عراقي، عراقي اصيل انه يستلمنا دولة مهما يكون. ما شاء الله. ولا احنا هسع الله مدارك راشدين ببلم. والبلم لا بدنا مجذاب ولا خير وبحر وما نعرف وين راح يوجهنا. نعم. والله كريم. نعم 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 شكرا 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 لك ابو عباس. سؤال اللي هسه يعني المفروض اكو اجابه له، رب الله مو ذاك اليوم طلعوا لما صارت سالفه يعني بال 2020 او نهايتها تقريبا قالوا اكو مساس بالحشد وما احنا ما نقبل واحنا من مناصري سموهم فانز الحشد الشعبي رب الله. منين جابوا هالسلاح؟ منين جابوا هالعده والعتاد؟ منين جابوا هالسيارات؟ شو وقت وصلتهم؟ شو وقت صارت عندهم؟ وشو وقت صاروا ميليشيا؟ او بالاحرى شو وقت صاروا قوه؟ وده يستعرضون نفسهم هسه بهالتوقيت هذا. هم يقولون على مود الموازنة، المواقع والأخبار وموقع فرانس بريس مثلا يقول لا هي استعراض قوة قبل الانتخابات. من يقودهم رب الله؟ عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون السادة أفل؟ نحمد الله على كل شيء أغاتي. السادة أفل هذه كلمة حق يراد بها باطل. وهي هم يدعون بأنه طلعوا بالاستعراض مالتهم والبهرجة هذه لغرض تقليل أو نزول سعر الدولار. نعم. أنا أسأل سؤال واحد، اللي بالبرلمان منين؟ مو جماعتهم؟ زين إذا هم يعني إذا جماعتهم هم اللي وافقوا على صعود الدولار هم شنو بعد هذا الاستعراض؟ استاذ أفل هذا الاستعراض هو رساله للدول العربيه. انت تعرف كل زين القرب على استاذ هو اليوم انعقاد القمه الثلاثيه الاردنيه العراقيه المصريه، وهذه القمه لها تاثيرها ولها استقطابها بالنسبه للعراق وسحبه من قوه جاره إنها نفوذها على العراق. فبالنسبة لهذه الدولة الجارة شافت بأنه العراق راح ينسحب أو يصير تحت مشروع عربي
وما تتمنى هذه الدولة الجارة للعراق أن ينتمي إلى مشروع العربي. فظهرت هذه المجاميع الإرهابية حتى تنطي رسالة للدول العربية بأنه وجودكم بالعراق هو في خطر. هذا واحد. الشيء الآخر، الخط الكهرباء اللي بين العراق والأردن على سنة هذا الموسم يعني أو بعد الموازنة يصير تنفيذ هذا المد. فشافت الدولة الجارة بأنه مصالحها ومنافعها في خطر، فخلت جماعتهم لعد منه السادة دافر جيبوتي هي إيران. قول من ما يعرفها؟ هي إيران. نعم. فهذه الدولة شافت منافعها يعني في بخطر، فخلت المجاميع هذه الاستعراضية لإرهاب الناس وخلق الرعب والخوف قلوب الناس مع كل الأسف. فهذا مو حل أستاذ أفل، هذا مو حل. أولا المفروض إذا نقول هم نقول يعني إحنا ولو هي النية بينها يعني معروفة، وهذه هي لأغراض سياسية أخرى وخدمة مصالح هي دولة الإقليمية الجارة، بس نقول احنا على يعني ناخذها هيك على الظاهر مالتهم بانه هم يبدون يخفضون سعر الدولار. اكو يعني خطوات سياسيه مو بالصيغه هذه. زين وين الحكومه؟ وين الحكومه؟ وين انت يا رئيس الوزراء؟ يعني هم حتى صرحوا تصريح لهم بانه قالوا له احنا راح حان الوقت لقص اذانك. زين انت تعال انت شنو يعني لما يقولوا لك هيجي اذا ما تقدر تدافع عن نفسك انت شلون راح تحمي الناس؟ شلون راح تحمي المجتمع؟ شلون هاي الناس يعني امنا بيك يا اخي اذا ما تكون جتها تنحى وطيها لغيرك؟ رحم الله امرئ على قدر نفسه. زين احنا يعني مع كل الاسف يعني جاي شوف يعني شريعه غاب يعني جاي تحكمنا، ما عندنا حكومه. شنو يعني رب الله يعني هل المسميات هذه اللي جاي تخلق الرعب والخوف في قلوب الناس الى متى؟ ونسال الله ان يحفظ العراق والعراقيين. تحياتي لك استاذ فهد. نعم شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. كان المفروض يدخل ويانا قصي من بغداد بس انقطع اتصال وياه اتمنى يرجع لنا. اما الان محمد من صلاح الدين، حياك الله يا اخوي. السلام عليكم، شلون اخوي العزيز؟ عليك السلام والرحمه والاكرام، هلا بيك غاتي. والله على مود هاي الميليشيات اللي جار تصير حاليا، اي هاي المجاميع اللي جاي تطلع حسه رب الله وحزب الله وما اعرف الله من شذول رب الله، شنو هاي السوالف هاي التعبانه؟ نعم اخوي العزيز. نعم يعني من يطلعون الكاظمي وجاي يصورون الكاظمي وحاطين تكرم الاحذاء وصوره الكاظمي وجاي يهينون الكاظمي. الكاظمي انت جاي تسوي رحم والديك وجايهينون بيك وجاي يحطون يقول اليوم قصدناك ونسوي هيك ونهدد لازم يذب استقاله وما اعرف شلون. يعني شلون راح يحمي حكومه؟ شلون راح يحمي دوله؟ انت جاي تمثل بلد، انت جاي تمثلنا جاي تمثل كل الشعب جاي تمثله، شلون راح تحمينا؟ اقسم بالله يطبون عليك ويقتلونك وما يقدر يحكي. نعم والله ما اعرف يحكي يعني شو اقول، انا قلبي فاير وصاير مثل النار ما اعرف يحكي. واقول السلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام والرحمه، حياك الله اخويا. ابو وطن من لندن، حياك الله يا ابو وطن. سلام وتحياتي لابن العراق الاصيل الاخ افل. حياك الله اخويا العزيز. الله يحييك. اخ افل انا عندي بعض النقاط الاستفهاميه اذا ممكن. تفضل. يعني رب الله من انطلقوا ومن مقراتهم وقاموا بهذا الاستعراض، استعراض العضلات أيه. بوسط شوارع بغداد العاصمة ورجعوا إلى مقراتهم أيه. أكو أحد تابعهم شافهم هذول من منطلقين وين راجعين وشنو مقراتهم المنين سمون؟ هذا سؤال للعراقيين. ثانياً طبعا بس تعقيب على ملاحظه على هذا السؤال اللي طرحته انا بس. نعم رب الله وهاي التسميات الجديده اللي ظهرت مؤخرا هي معروفه هي منه
هي اجزاء من الاحزاب الاساسيه الميليشيات الاساسيه كونهم هم حش السامع جبنة ما يقدرون يظهرون باسمائهم الحقيقيه من يضربونهم صاروخ على سفاره او على معسكر او على كذا حتى لا يكون رد الفعل الامريكي تجاههم طلعوا اجزاء من عندهم بهاي التسميات اللي هي تمثلهم اصلا. التساؤل الثاني اللي هو الاهم، وين المرجعيه؟ شنو اخبارها؟ المرجعيه العليا وين؟ ما جاي تشوف شنو جاي يصير بالعراق؟ مو هي يسمونها صمام الامان؟ صمام الامان من طلعت الفتوى واسست هاي الميليشيات الاجراميه، وتعرف انها ميليشيات اجراميه، وتعرف رؤسائها، وتعرف قادتها، وتعرف شنو خلفياتهم وشنو اجرامهم. من اسست هاي الميليشيات لغرض بين قوسين وحارب داعش، وانتهى داعش وراح، اللي هو اساسا ميدي ان الكل يعرف من وين. ما سالت نفسها المرجعيه هسه شنو دورها؟ شنو رايها باللي جاي يصير؟ شو اللي جاي يصير بالعراق من عمليات خطف واغتيال وقتل الابرياء والصحفيين ومختلف الشرائح، زائد الاستعراض والاستهتار بالشارع؟ ما لها دور المرجعيه؟ خلاص شنو وين؟ بمن ملتهيه بدعوه؟ شو اللي جاي يسووه مثلا؟ يالفون كتب مثلا؟ يخططون لتحرير فلسطين؟ يقضون على الـ على الـ على الوباء بالعالم؟ لو شنو دورهم؟ وينهم؟ شو مالهم حس؟ غير انتم تقولون صمام الامان، صمام الامان غير يكون له دور؟ حتى على الاقل بكلمه، احنا ندري بكم ما تقدرون، بس على الاقل كلمه قولوا، كلمه على بود الناس شويه المغشوشه بيكم، زين؟ تقول يابا والله على الاقل انطوا تصريح قالوا يابا هذا ما يجوز، هذا كذا، حتى بهاي ما قدرتوا؟ لعد شنو دوركم؟ اتمنى العراقيين المغشوشين بهاي المرجعيات وهاي التسميات شويه يصحون ويوعون. نعم. شكرا لك ابو وطن. ابو ياسين من دياله، حياك الله يا ابو ياسين. حياك الله عزيزي، افل احيا لك هذا المحترمين. حياك الله غاتي. انا افل الاخ ابو وطن يسال عن المرجعيه، اريد اقول له انت تحمي دارك مو جارك يحمي دارك. لو قالت المرجعيه العراقيه حمت اموال العراقيين ودماء العراقيين. احنا اليوم العراق بوباء وجوع وحصار والدنيا مقلوبه علينا، والمرجعيه العليا تودي فلوسنا لايران وتسوي مستشفيات بايران، هذا جانب. اما الجانب الثاني الاخ سعد من الكويت يسال يقول تسالب والحصر السلاح بيد الدوله. اخ سعد، هذا السلاح هو هذا فوق الدوله وفوق القانون، وهذا بفضل قاده العرب مع الاسف جدا، حكام العرب اللي سلمتنا لامريكا والايران. ف 2003 من ساحتنا حتى الدول العربيه تحالفت فيها الصليبيين على ساحه العراق. فهذا اليوم هذا السلاح المنفلت هذول الجعجع مالتهم على ما فضل الاخ ابو وطن يقول عن القدس. انا ذكرهم ايام المقتدى اللي من اسمه على المجمع الفلسطيني بالمقتدى من الامن العام سابقا، ولعبت بهم صوب. هذول مو مقدسيين، هذول ناس قتله، هذول ناس مجوس، هذول نفايات، هذول ما يدافعون حقوق المسلمين ولا يدافعون عن القدس ولا يدافعون على اوطان. هذول مو ابناء العراق، هذول شله تعبانه لمتهم. هذول الزعامات، هذول الزعامات القذره اللي جت جابتهم علينا ايران، مقتدى وغير مقتدى، هذول نفاياتهم، هذول ابناء شوارع، هذول مو من اصول عراقيه ولا من اصول عربيه، هذول ما حافظهم ماتهم، هذول ابناء شوارع اللي يقتل اخوه العراقي بالشارع. فاقوال لا احد يتامل، لا من مرجعيه ولا يتامل من دوله، دولة مو سياسيين، جلما نسميهم سياسيين، دولة جلاوجه، دولة فجره، دولة النصوص، هذول جابتهم الصدفه وجابتهم امريكا وجابتهم على هذا الشعب عظيم، شعب عملاق. فمع الاسف للاسف الشديد اخواننا العراقيين ليش ثابتين لحد الدرجه؟ هذا السلاح وهي الاليات، هذا ما راح نسميها مال الحج الشعبي من حقنا. لكن خلينا نذكر العراقيين ابناء الحج الشعبي الحقيقيين، هم كلهم مفتوح عقودهم وكلهم يساوونهم نسوان السوداء يساوونها بالتقاعد الوطني على شرف عمود التقاعد، واطفالهم داعت هذول حج العامري والفياض وهذا العامري والخزعلي وهذا المالك، هذول الناس الخزعليين هم هذول اللي ولوا هذول عصابات، هذول فصائل ولائيه، هذول مو حسن. اتحداهم اذا بهم واحد من الحجز، اتحداهم اذا واحد حافظت امه. هذول ناس قتله، ناس دمويين، هذول دمروا العراق، اشتعوا العراق بالفقر والدماء
وهذول كلهم ناس صايعين من الشوارع. وعزيز الأفل تحياتي لكم. حياك الله أخوي العزيز. أبو علي من البصرة حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ألو. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك أستاذ؟ نحمد الله على كل شيء. تفضل أخوي. عفوا مبدئيا أريد واحد يعرف لي رب الله حزب الله انتقام الله عليهم عشان يسمع. إيه. وهذا الاستعراضات ترى يا المرة تأخر على الناس. هاي الاستعراضات اللي في الأيام مقتل جماعة يستعرض، ولكنه يعني شنو بغداد أو العراق كله شنو يعني شنو بح تختار بح مال شنو سووا العراقيين؟ وين الكاظمي؟ وين الكاظمي اللي مربوط من داناته من داناته مربوط ربطينا هذه الأحزاب القذرة؟ ما يطلع ما يقول ما يحكي ما يصرح. يعني احنا صدق شفنا موالي له العفو موالي لهم، بس من هالدرجة يوصل بالعراق بالبغداد وبالعراق كله واستهتار ها واستهتار بالعراقيين وبالمواطنين. عيب عليه عيب عليه. مخلينا أداة مال استهتار بالعراق، لا مثل رئيس وزراء ولا مثل حكومة ولا مثل شعب ولا مثل أي شيء بالعراق. هذا هو دولة، هو موالي هو يدري، وهاي الأسلحة وهاي العتاد وهذا اللي يسموه رب الله اللي ما عرفون أول ها هو هذا يدري فيهم ومن إيده لإيدهم من إيده لإيدهم. وخلي يطلع خلي يطلع يصرف يقول خلي يجاوبنا خلي يقول خلي يحكي خلي يقول شنو هذا الاستهتار وهذا شنو هذا الموضوع اللي هم يطالع رب الله وحزب الله وعسى رب الله مدري هم من حزب الشيطان. بعد احنا شنو الشعب؟ احنا شنو الشعب؟ شو يسمونا؟ أصل؟ نعم وياك أخويا. ألو وياك أغاتي. يبدو أنه أبو علي ما دا يسمعني. شكرا جزيلا لك. أبو محمد من السليمانية حياك الله يا أبو محمد. أستاذ عفل السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أستاذ عفل على شغلة النازحين، أنا أحد النازحين الذي نزح صار 7 سنين في مخيم السليمانية. نعم. فأني هذا انتصال علي كناشد الخميني، أريد يرجعني لبيتي. والله ماكو عراقي لزم كرسي وطلع شريف. فإحنا الناشد على الإيرانيين إحنا القيرة، والله ما عندنا غير ماكو غير الله وهم، ما عندنا غيرهم. ما العراقي تناشده هذا العراقي حش العراقيين يعني العراقيين القاعدين على الكراسي هذا مو برسم قيره. لو برسم قيره صار 7 سنين اني تحت خيمه بيضاء اني انحرقت. بس ابو محمد انت قلت اناشد الايرانيين اهل الغيره، هو ايش خلى النازع ينزح لو ما قاسم سليماني والايرانيين؟ استاذ العزيز انا ادري بالايرانيين نزحوا، احنا نزحنا باثرهم وندري باقوا حلالنا وندري نهبونا وندري، بس هذا يعني اريد العراقيين يحسون اني وقيري انا اعلم انا من ناشد ابو ايران. هاي معاره للعراقيين الذي لزموا الكراسي وقعدوا، قام عراقي ناشد ابو ايران. لعن حكومه ماكو، لو اكو حكومه استاذ عرفان لو اكو حكومه كان رجعتنا لبيوتنا. انت حررتها صار 7 سنين، ليش مخليني جوا خيمه؟ لا عشاني عادي عندك حاسبه وعندي ديرتي ولازم ما راح انضم. داعش ينضم استاذ عفل؟ نعم ما ينضم. داعش ياخذني مو داعش رجعني لبيتي وقاعي وخليني فلاح وخليني عيش عيالي. شنو انا مخليني صار 7 سنين يم الاكراد؟ الاكراد صاحبي فضل، بس شنو انت مخليني على شنو مخليني؟ شنو بيتي يبعد عني 7 ساعات؟ هذا من السليمانيه المنطقه يثرب غضاء الدجيل، انا يبعد 7 ساعات صار لي 7 سنين ما اقدر اصل. ليش شفنا جوع وعطش وحر وبرد، ليش انا مخليني على شنو مخليني؟ يعني لا يرضى ابو ايران؟ انا ايه استاذ عفل تقول لي انت الايرانيين تناشدهم هدموا اي نعم ما يرجعني اذا مو موافقه ابو ايران. اناشد ابو ايران بس عسى وعلي الله يحنن قلبه.
ويرجعني. والله العراقيين نتحمل منهم خلاص، ماكو عراقي نزل كرسي ما طلع بواز ونشال. حتى قاموا يسمون هذا حزب فلان، هذا حزب فلان، هذا حزب الله، هذا حزب مال الله، هذا حزب عمي. وين كانت قبل؟ كانت كل الدول تخاف من شخص، كل الدول العربية تخاف من شخص واحد، حتى ابو ايران ابو ابو تركيا ابو كلها تخاف من الشخص من الزعيم صدام حسين رحمه الله. من هذا تخاف؟ ليش من مات الله يرحمه؟ كل الدول استهترت، مو بس مو هذا، كلها صار بوق. العراق صار ساحة معركة، ويعرف بيها انت واني وهذا، نعرف الايران، ايران مستحلتنا، بس الحكومة ما تحترف بهذا الشيء. اعترفوا واليابا والله صحيح احنا قاعدين، بس والله يا ايران احتلتنا، احنا محتلين، مو استاذ عفل محتلين. اعترف بذنبي. البواقة اللي يقوق في حاجة وشوفنا انت تضايق يعترف بذنبه، يابا انا بقيت هاي الحاجة ومحتاجة. شين انت مخلينا العراقيين الشايف النخرة تاكلون بيهم؟ اي كلام. نعم، شكرا شكرا لك ابو محمد. نرجع الى التصريحات اللي المستغربه اللي طلعت بالايام القليله. حكينا على سعران العاجيبي المتحدث باسم عمليات بغداد او العمليات المشتركه عفوا تحسين الخفاجي، قال انه الجهات الامنيه تفاجات بالاستعراض وعلمت به من وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اكتفى رئيس الحكومه مصطفى الكاظمي قائلا أن الحكومة لا يمكن أن تهدد بالسلاح. زين نجي عليها واحدة واحدة. تحسين الخفاجي، أردفت شنو الحكومة هاي اللي ما تعرف كل شيء وده تعرف على أشياء بتويتر وفيسبوك وتلفزيونات وإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لعد المخابرات وين؟ الأجهزة الأمنية وين؟ لعد ذولا اللي مشمرين بالسجون على شنو ماخذيهم أنتوا إذا ما عندكم هيك أجهزة؟ إذا ناس عندها سلاح وعدة وعتاد وسيارات وطلعة مستعرضة وما مسوية شيء، هي بس طلعت استعرضت بالسلاح، ما تعرفون بيهم. واحد نايم ببيته يتهم بجريمة لأنه أنتوا عرفتوا هذا سوى جريمة وما مسويها. زين شغلة اللخ، الحكومة لا يمكن أن تهدد بالسلاح، قالها الأخ مصطفى الكاظمي. أي صحيح، بأمارة أنه أنت ألقيت القبض على 4 من حزب الله وياهم مطلق صواريخ إيراني وطبوا لك الخضراء بسياراتهم وطلعوا الحمد لله والشكر، ما صار لهم شيء، الشباب كلهم زينين ومرتاحين وقاعدين ببيوتهم، وثاني يوم انداس على صورتك حيش السامع بالقندرة. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. عليكم أستاذ أفل. حياك الله أخويا. بالنسبة للمهزلة اللي استعرضوها هذول الميليشيات الولائية، طبعا هم من طوين تحت راية الحشد، هم جزء من الحشد، عصائب حزب الله وبدر والنجباء، لأن السيارات اللي يراك بيها هم سيارات الدولة ورئاسة وزراء والهيئة الحشد يسموها. بالإعلام اللي شفناه كاتبين ربع الله، ربع الله خارج يعني فصائل الحشد المقاومين اللي يسمون فسهم محور المقاومة. لا، المصطفى الكاظمي والأجهزة الأمنية إذا ربع الله هم مو جزء من الحشد المقدس، شلون ما طلعم عليهم جهاز المخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب اللي دمر كل المناطق؟ ذولي ربع الله ما يعني مو جزء من الحشد، ذولي خارجين عن القانون وذولي سلاح منفلت وذولي فصائل غير يعني منطوية تحت أمرة مصطفى الكاظمي. كل العراقيين هسه حاليا الحوار كله والمواضيع اللي جاي نحكي بيها كلهم يحكون يقول لك هذولي ربع الله مو من الحشد، يعني خارج الحشد وسلاحهم خارج الحشد. ليش مصطفى الكاظمي وقف مكتوف الأيدي وما أخذ أي إجراء قانوني ضدهم ولا سوى أي شيء، لا إنذار ولا غيره؟ وحتى الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء يقول احنا سمعنا من المواقع التواصل الاجتماعي. شون دولة دولي؟ وين السيادة؟ وين الأجهزة الأمنية؟ وين الخطط الأمنية؟ وين الفلوس اللي صرفوها على الأجهزة الأمنية؟ هاي كلها قمعية وكلها ميليشياوية، المخابرات والأمن الوطني جهاز مكافحة الإرهاب الداخلية والدفاع بدون استثناء كلهم مخترقين من قبل الميليشيات الطائفية. والدليل ذولي ربع الله استعرضا في بغداد وما حد
قدر يطلع عليهم ولا حد يقدر يحكي لين رئيس الوزراء يعرفهم هم بدر والعصائب والنجباء وحزب الله وما يقدر يحتك بيهم لين يعرف إذا صار احتكاك راح تنهار العملية السياسية بالكامل على رؤوسهم على رؤوس الأحزاب والكتل والناس اللي يسمون فسهم احنا يمثلون الدولة العراقية الدولة العراقية اللي على عهدهم على جماعة ذول اللي يسوونا مضحكة 18 سنة يحكمون العراق صرنا مهزلة احنا ناس ميليشيات ولائية مو جزء من الدولة خارج نطاق الدولة ربع الله مو من جزء الدولة في سبيل واحد يدافع عنهم ويقولون ذول حشد ودافعهم على اعراض العالم ودافعهم على مدري شنو كلها كذب بكذب كلها كذب بكذب وذول جاي يدمرون سيادة الدولة يعني ذولي جاي يحاربون مصطفى الكاظمي واللي جاي يسويه مصطفى الكاظمي ذولي ضد الجيش وضد الداخلية وضد المجتمع العراقي كله يعني ذولي هم أهل الكواتم ذولي القبعات الزرق والنجباء وغيرها وذولي كلهم نفسهم وشفنا احنا اليشامغ اللي ما يرتديها بدر هم مرتديها بأكثر من مقاطع وصور انتشرت أن اليشامغ الأبيض وأسود اللي يرتديه منظمة بدر الإرهابية هم لابسيه وكلهم من طوين تحت راية مصطفى الكاظمي يعرفهم هم تابعين رئاسة الوزراء وهم فوق القانون لأن ما حد قدر يندق بيهم ولا حد قدر حتى السيطرات الموجودة من الاتحادية وظهرت مفارز الاتحادية من تشرف بغداد كلها وهم يفوتون مواكبهم هاي المواكب اللي هي خزي وعار على الدولة وعلى سيادة الدولة وعلى القانون لا. يعني ما حد قدر يقول لهم تعالوا انتوا شنو هاي الأسلحة شنو هاي سيارات الدولة وأرقام حكومية شنو انتوا لابسين زي عسكري انتوا المن هم الحشد وتابعين الهيئة الحشد بس ما حد يقدر يحكي وياهم لأن وراهم قيس الخزعلي وأبو فدك وراهم مقتدى الصدر وغيره وشفتهم كلهم ساكتين لا هادي العامري ولا مقتدى ولا قيس الخزعلي أحد صرح لأن هم من جماعتهم قالت لهم إيران خلوا شكله وش كان فصيل ربع الله وجند الله ومدري شنو هاي السوالف الكلاوات مالتهم خلي كيفهم يلعبون بالشارع ومن يصير تحمل الحديدة عليهم قولوا هذولا مو جزء من الحشد شون يلبس عسكري وشون سيارة الدولة وشون شايل سلاح ببغداد وين الدولة هذول دولة عتاقة ناس عتاقة مو أهلها 18 سنة دمرتوا العراق العظيم يعني انتم مو أهل هاي الكراسي مو تمتلوق لكم اطوها لأهلها وخلي يحكمون العراق أهلها أهل الوطنيين والشرفاء من كل العراق من جنوب العراق إلى غربه إلى شماله يعني دمرتونا كافي عاد ميليشيات طائفية ولائية شكرا لك أخ صباح أم عمر من لندن وإذا أمكن بعجالة شكرا أهلا بيك يا هلا بيك أيني أني أي. دائما أتفرج هاي القناة يعني ما تجي عندي حرارة من هالحكومة القذرة لأن دولة إذا ديصونون ويجولون ويدرون دولة ربع الله وشالع الله والصدر وهاي فيلق قبر مو فيلق بدر زين وحزب الله زين الحكومة ليش قاعدة ها أنا ما أريد منذ حتى يكونون صدام بس من كانت الحكومة قبل لو صدام يطلع حتى هاي كورونا لو صدام هسه ويقول ولا نصر يطلع برا ما حد يطلع احتراما إلى الكاظمي لو يحترم نفسه ويطلب مساعدة مثل ما قالوا له قبل والله حتى إسرائيل أشرف من هاي الأحزاب الموجودة عندنا يعني إيران دمرتنا وإحنا مو عبالك هنا قاعدين متفرجين فنحترق حرج بس قل لي غير أكو شيء يتحرك حتى إحنا نجي ونشارك وياهم والله يا أخي أنا دا خابر بالنيابة عن 30 وحدة وياي يعني ماذا أتهم لو دول ما أقدر أحكي دول التشرينيين على عيني وعلى راسي لو الشعب كله لأن هو فقر لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا أطلع فطلعة لو يزيدهم لو ينباع الشعب لو تنباع هاي الفيالق القذرة صحيح إنه العراق الآن يستدي إيد الزولة مال التلقيح لأفقر دولة والله العظيم تفكي الطفل الرضيع الله لا يوفقهم الله لا ينطيهم بس احنا ان شاء الله البركة بثورة تشرين ان شاء الله ثورة تشرين تلبى تريد من ادهم لعالمين انه من ادهم حتى لو بالمنفى يسوون حكومة ويخلصون على هاي الحكومة القدرة الكاظمي منا خايف ماذا افتهم اذا هو وياهم الحكومة وياهم وتعرف كم حزب
يا عيني أنا ترى من قهري أريد أحد خلطلع على قناتكم تجاوب وتريح بالنا. حياك شكرا يا عمري، أنا كلها ليمك ببغداد تدللين تدللين يوم. شكرا شكرا بس نسوي. شكرا يا عمري. شكرا لك يما وأنت والثلاثين مرية اللي قاعدة يمك. هذا هو حال العراق وحال العراقيين، والعراقيين كلهم يبكون دم مثل ما انت عبرتي عن وضع العراق. عندي رسائل وصلتني، السلام عليكم. من الاحتلال اليوم ماكو رجال ابن ابو عراقي ابن عراقي شارب من دجله والفرات يعرف قدر الاعجمي اللي لزم البلد اللي شفناهم هم عملاء عبد الدولار وتومان. من حسام رساله اخرى، السلام عليكم. اخي والله عيب على الحكومه تخاف من الاحزاب، رب الله رعبه وعباد الله وين يرحون من الله هذول احزاب الله. مشاهدينا الكرام، المشكلة انه احنا عندنا حكومة تدعي السيادة تدعي القانون تدعي كل شيء كل شيء تدعي، بس من توصل يم رب الله اللي هم ما لهم صفة قانونية لا اكو سيادة ولا اكو قانون ولا اكو اي شيء. فالسؤال اللي نطرحه، الشعب راضي على هذا الشيء لو لا؟ انا اجاوبكم لا. شنو اللي راح يسوي؟ الجواب يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بنفس الموعد باكر، في أمان الله.